الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم السفر للبلاد الكافرة للسياحة والتنزه؟ يقول: بعضهم سنذهب إلى الأماكن التي يوجد فيها مسلمين فقط، فهل هذا السفر جائز؟ علما أن هذا الشيء انتشر بين أوساط الناس ممن نحسبهم من أهل الاستقامة والصلاح. الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا أراد الإنسان أن يسافر للسياحة فإن عليه أن يراعي شروطا وضوابط حتى يكون سفره سفرا مشروعا جائزا. فمن هذه الضوابط أن تكون البلد المسافر إليها من البلاد الإسلامية التي تحكم بشريعة الله عز وجل. فالبلاد الإسلامية التي تحكم بالشريعة الإسلامية يجوز السفر إليها، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز السفر لمجرد النزهة والسياحة إلى شيء من بلاد الكفر، لأن الشريعة نهت الإنسان عن الذهاب إلى بلاد الكفر إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة بشروط بيناها في موضع آخر، وليس من هذه الحاجات قصد التنزه أو الفرجة أو السياحة. فإذن هذا أول شرط من الشروط إذا أراد الإنسان أن يسافر لهذا الغرض. الشرط الثاني: أن لا تكون هذه البلاد مما تنتشر فيها المنكرات والفواحش عللا، حتى وإن كانت بلادا إسلامية. فيجب عليك أن تسأل عن تلك البلاد الإسلامية التي تريد أن تذهب للسياحة فيها، فإن كانت من البلاد المعروفة بانتشار الخمور والزنا والبارات والبدع والشركيات فإنه لا يجوز لك أن تسافر من باب المحافظة لهذه البلاد من باب المحافظة على دينك، فإن المحافظة على الدين من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. فإذن هذان شرطان لا بد منهما: أن تكون البلد التي تريد أن تسافر إليها بلادا إسلامية يحكم فيها بشريعة الله، والشرط الثاني أن لا تكون من البلاد التي تنتشر فيها المنكرات وتنتشر فيها الفواحش، وتعلق دعايات الفواحش والمنكرات والشركيات والوثنيات والأمور البدعية في شوارعها. الشرط الثالث: أن لا يتكلف الإنسان مالا زائدا يخرجه إلى حد السرف والتبذير في هذه السياحة، لأن من الناس من يتكلف الديون الطائلة ويثقل بها كاهله بسبب أمر كمالي، وهذا من قلة العقل وضعف الدين، لأن الدين حمالة عظيمة يمنع النفس من دخول الجنة حتى ولو كان الإنسان شهيدا. فالشهيد لا يغفر له الدين، لأن هذا من حقوق المخلوقين، فلا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا في دائرة الضرورات أو الحاجات الملحة. وأما السياحة فإنها أمر كمالي تحسيني زائد على دائرة الضرورة والحاجة، فلا ينبغي للإنسان أن يبذر أو يسرف أو يحمل نفسه ديونا باهظة يثقل بها كاهله وقد لا يستطيع سدادها من أجل أمر تافه كهذا. فالخلاصة أيها الإخوان أن السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز لما فيه من عظيم المخاطر على العقيدة وعظيم المخاطر على الأخلاق والقيم، ولما يوجب ذلك من مخالطة الكفار والإقامة بين أظهرهم ورؤية شركياتهم في حال لا يستطيع هو أن ينكرها. وأما السفر إلى بلاد إسلامية فلا بأس إذا لم تكن من البلاد التي تدعو إلى الفواحش والمنكرات علنا، والله أعلم.